كراتي في فقوعة، هذه واحدة من صور الرواية الفلسطينية للحفاظ على روايتنا للأجيال، بأننا موجودون في هذه الأرض قبل الحركة الصهيونية أن تأتي إلى هذه المنطقة وتحتل أجزاء منها وتغير في روايتنا حتى يصبح لها رواية واحدة. البيت التراثي الموجود في قرية فقوعة يزوره الكثير من المهتمين بالتراث الفلسطيني وطلاب العلم في الجامعات الفلسطينية وأيضا في المدارس، يتعرفوا بشكل حقيقي من خلال الملاحظة والملامسة بشكل طبيعي على هذه المقتنيات التراثية. موجود العشرات أو أكثر من العشرات فيها من القطع التراثية التي استخدمها الفلاح الفلسطيني في حياته الزراعية أو في حياته المنزلية بشكل طبيعي،